السياق ديال تنظيم هذا القافلة، سميناها قافلة الأمل، رفعنا لها شعار جميعا من أجل إعادة البسمة للأطفال ضحايا الزلازل. هو في سياق هذا الحراك المدني، هذه الفعالية المدنية بعد الحدث المؤسف ديال الزلزال الذي ضرب مجموعة من المناطق ديال مغربنا الحبيب. بطبيعة الحال في إطار هذه المسؤولية، مسؤولية تربوية تجاه هاد الأطفال، ونحن واعون جدا أن هذه الفئة ديال الأطفال طريقة تفاعلها مختلفة مع الأزمة، وللأسف الشديد التركيز لا يتم بالشكل الكبير على هذه الفئة لعدة أسباب. التركيز على الجانب التضامني في بعده المادي، لكن في بعده المعنوي، في بعده البسيكولوجي، لاحظنا بأنه كان هناك نقص كبير جدا، فقررنا أن ننظم هذه القافلة بهدف مركزي وإعادة البسمة. بطبيعة الحال القافلة تضمنت مجموعة كبيرة من الأنشطة، أنشطة ديال التنشيط التربوي، كرمس، محفل ألعاب مجهز بكل ما يمكن أن ينفس على الطفل، أيضا تضمن تنشيط بهلواني لماسكوت، يعني واحد مجموعة كبيرة من الأنشطة. السياق يعني خصني وقت طويل باش نذكرها، كذلك ورشات ديال الرسم والتلوين، ورشات ديال المعامل التربوية. أيضا رافقونا في هذه القافلة فريق ديال الأخصائيين النفسيين اللي حاولوا أنهم بالفعل في البداية كنا غادي نوجهوا للأطفال، ولكن لقينا أن الأطفال يتفاعلون مع اللعب أكثر، فوجهنا يعني الهدف العمل ديالنا نحو الأمهات والأسر. وبالفعل كان عمل جيد ديال هذا الفريق، استماع للأمهات بشكل خاص كيفاش هما كخصهم يواكبوا الوليدات ديالهم، كيفاش أنهم يعاونهم على أنهم يتجاوزوا هذه الأزمة، هذه حالة ديال الخوف. كذلك القافلة تضمنت مجموعة كبيرة من الهدايا والهدايا القيمة، لأن بالنسبة لنا تركيزنا وإعادة البسمة، إعادة الفرح، إعادة الأمل لهؤلاء الأطفال، كانت هدايا كثيرة من أطفال من المغرب كله، ساهموا فيها أطفال بشكل خاص، ساهموا فيها مؤسسات تربوية، ساهموا فيها مقاولات مواطنة. هنا بالفعل كنشكر يعني شركة بيك فان متخصصه في الالعاب اللي انا ساهمت بتجهيز هذا الفضاء واللي غادي يبقى ران الاشارات ديال الناس ديال امزميز. كذلك كانت عندنا البسه رياضيه، كانت عندنا هدايا مختلفه، قصص الى غير ذلك. فالحمد لله اليوم ملي كنرجعوا ما تم تنفيذه البارح واليوم، الصور ديال الاطفال، الابتسامه ديال الاطفال، الانطباع ديال الاطفال ديال الاسر، داك الشيء صراحة فاق كل التوقعات. وبالفعل هذا من توفيق ديال الله على أن بالفعل اخترنا أننا نركزوا على هذه الفئة. بطبيعة الحال ما يمكن إلا نشكر أيضا الناس ديال المدن اللي استقبلونا، المناطق اللي استقبلونا هنا في أمزميز، كل الفاعلين، كل مجموعة من المدنيين، من الناس ديال المجتمع المدني، مجموعة من المواطنين، جمعية الآباء إلى غير ذلك. كذلك في, 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 في منطقة أسني الحمد لله مرتاحون جدا، بل أكثر من ذلك متأثرون جدا. كنا نريد أن نساهم في صناعة بسمة، كنا نريد أن نعطي بعض الحب، بعض الأمل، فإذا هم أطفال هذه المناطق أعطونا كل الحب، كل الأمل. تحية للجميع وشكرا مرة أخرى للموقع ديالكم.